في سرية وهدوء مطلق تزدهر الأعمال التجارية للشركة التركية في الجزائر، وهذه المرة فازت شركة بعقد آخر مع وزارة الدفاع الوطني لبناء مستشفى عسكري جديد في بوشاوي بضواحي الجزائر العاصمة، وهو سوق يبلغ 7 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 46 مليون يورو كما علمت الجيري بارت من خلال تحقيقاتها. إنها شركة كير إنشاءات التركية التي فازت بهذا العقد باتفاق المتبادل، أي بدون أي إجراء تنافسي أو دعوة رسمية لأي استشارة لدراسة عروض أخرى قد تكون أقل تكلفة. وهذه ليست المرة الأولى التي تفوز فيها شركة تركية بعقد خاص مع المؤسسة العسكرية في الجزائر. منذ عام 2019 فهذه هي على الأقل رابع المشاريع العسكرية التي استنفذها شركة تركية بعد إجراء الاتفاق المتبادل. وأكدنا ذلك خلال تحقيقاتنا بأن إجراء الاتفاق المتبادل هو قاعدة استثنائية لمنح العقد، والتي لا يمكن الاحتفاظ بها إلا في الحالات المدرجة في المادة 49 من قانون المشتريات العامة في الجزائر، على سبيل المثال خطر يهدد استثمارا أو سلعة من خدمة التعاقد أو نظام العام، أو خطر وشيك يدير سلعة أو استثمار تم بالفعل على أرض الواقع ولا يمكن استيعاب التأخير في إجراء المشتريات العامة. شريطة أن تكون الظروف منشأ هذه الحالة الطارئة غير متوقعة من قبل المتعاقد ولم تكن نتيجة لتكتيكات تأخير من جانبها. ومع ذلك تجر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة تضاعف هذا الإجراء الاستثنائي للاتفاق المتبادل داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، ولا تزال الشركة الأجنبية التي تستفيد منه شركة تركية مثل كير إنشاءات أو ميمكو إنشاءات. وكشف الجيري بارت في تحقيق مطول كيف استفادت شركات تركية من مشاريع بناء عدة مستشفيات عسكرية جديدة في جميع أنحاء البلاد. يعاني قطاع البناء المدني أو العسكري في الجزائر منذ انتخاب عبد المجيد تبون على رأس الدولة الجزائرية من هيمنة شائنة من قبل الشركات التركية، وهو ما تأكد مرة أخرى في الجزائر بعد العقود الجديدة التي حصلت عليها شركة تركية بموجب القانون الجزائري أطلس للهندسة المدنية AGC مع عدل. كما أكدت عدة مصادر أن الشركة التركية فازت بعقد جديد بقيمة 21 مليون دولار لبناء مساكن في ولاية عنابة، وهذا يعني أن اللوبي التركي يتوسع بسرعة في الجزائر. فيما تسير الشركات الجزائرية صاحبة نفس الاختصاص إلى الهاوية.